السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في هذا اللقاء نقف شيئا يسيرا حول قول الله جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقلت شيئا يسيرا لأن هذا الذي سمعتموه أعني من هذه الآية، هذه الآية هي سنة من سنن الله جل وعلا، وسنن الله جل وعلا ماضية مستمرة في خلقه. فإذا أردنا أن نقف مع هذه السنة الإلهية ونتتبع كثيرا من الأحداث والمواقف والأحوال التي تدخل تحت هذه السنة، هنستطيع في مثل هذا الوقت اليسير. وقد ذكر الله جل وعلا هذه الآية بعد قوله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني غاية اجتهادهم في الأيمان، وهم العرب، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي اليهود والنصارى، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، أي أنهم كذبوا في أيمانهم عندما زعموا أنه لو جاءهم نذير لكانوا أهدى من اليهود والنصارى. ثم بين الله تعالى سبب نفورهم عن الحق فقال: استكبارا في الأرض ومكر السيء. معناه أنهم ما نفروا من الحق اعتقادا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كاذب، فما كانوا يعتقدون هذا، لكن الاستكبار والجحود والنكران وغير ذلك من الأشياء التي علقت في قلوبهم وأنفسهم حتى صدوا دعوة الحق ولم يقبلوها. ولذلك قال الله: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ثم قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي هذا الذي يصد عن الخير بمكره السيء، هذا المكر سيعود وبالا عليه ولن يحصل ما قصد وأراد من المكر السيء في غيره، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة من سنن الله الإلهية الكونية الاجتماعية، وهي كثيرة، وهذه منها، لا يستطيع الناس أن يسيروا بعكسها أو أن يكون لهم مراد أو خطة يغيرون ما أراده الله سبحانه جل وعلا.
ولذلك كم نحن بحاجة أن نقف مع السنة لله. فالله يقول: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولذلك انظروا إخواني في الله إلى بعض هذه المواقف التي ستسمعونها مما ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم من أحوال بعض الأمم والأفراد والناس من المكر بغيرهم، وكيف عاد مكرهم وبالا عليهم، وما زال الكفار إلى يومنا هذا يمكرون، ولكن والله خير الماكرين. قال الله جل وعلا وهو يذكر لنا قصة يوسف، قصة ذكرها الله فيها عظات وعبر، قال الله في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. سواء قصة يوسف أو ما قصه الله من القصص في القرآن الكريم، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نعم، لقد رأى رؤيا وعلم يعقوب عليه الصلاة والسلام ما سيحصل ليوسف من المنزلة والكرامة والرفع عند رب العالمين مما رآه في المنام، فما كان منه إلا أن نصح ولده: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهذا العدو المبين الواضح ألا وهو الشيطان الرجيم، عدو الرسل والأنبياء، عدو حذر الله عز وجل من عداوته نبي الله آدم والبشر بعد أن أسكنه الجنة، قال: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فما زال الشيطان بأخوة يوسف حتى قالوا ما قالوا ورددوا ما ذكره الله عنهم: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ثم تدخل شخص هو أقله وأعقلهم لأنه دلهم على ما فيه شر أخف، قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبر يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ولسنا بصدد الوقوف مع هذه القصة العظيمة، أعني في فقراتها، ولكن انظروا إلى هذا الكيد والمكر الذي حصل منهم، يتآمرون على أخيهم بسبب ما في صدورهم من الحسد. نعم، وقرروا ونفذوا وألقوه في البئر، ولكن هل سار الأمر كما خططوا ودبروا؟ هل سار الأمر كما خططوا؟ لا والله. فالله يقول: والله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. نعم، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيفهموا أيها الناس، يا من تتآمرون، يا من تذكرون، يا من تخططون أن تسير أحداثا وأمورا وفق ما خططتم وأردتم، الله تعالى إذا أراد أمرا لا بد أن يمضي، وسيسير مكركم وكيدكم وباء هباء منثورا. وهذا الذي حصل، رأوا بأنهم قد حققوا مهمتهم وقد وصلوا إلى هدفهم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يبتلى يوسف عليه الصلاة والسلام بما يبتلى به ثم يمكنه الله، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. نعم، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، وكذلك نجزي المحسنين. فانظروا إلى أين وصل يوسف عليه الصلاة والسلام وما الذي حصل لإخوانه، فتمر السنوات والأعوام ويلتقون بأخيهم ولا يعرفونه: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل
وتصدق علينا. الله أكبر يا عباد الله. وهنا يلق يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يرى إخوانه يعرضون هذا العرض بهذا الأسلوب، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. إلى آخر الآيات. قد سمى الله ما فعله جل إخوانه به مكرا، وقال الله جل وعلا في آخر السورة مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، أي ما كنت عند إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم، أي في طرحه في الجب، وما كنت لديهم إذ يمكرون، فكان هذا مكرا، فكيف سار مكرهم وبالا عليهم. وهكذا إخواني في الله، نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام يبذل جهده وطاقته في دعوة قومه إلى توحيد الله ونبذ عبادة الشرك والأصنام والأوثان، فما كان من جماعة منهم عرفوا بالفساد والتخريب في تلك المدينة إلا أن يتآمروا على قتله، كما قال الله جل وعلا: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. عملهم الإفساد والتخريب، اجتمعوا، فلماذا اجتمعوا؟ قال الله: قالوا تقاسموا بالنار لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. حلفوا فيما بينهم أنهم سيقومون بقتله، سيبيتون صالح في الليل ويقتلونه وأهله في الليل، ثم إذا سئلوا عن ذلك ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هكذا يتآمرون ويمكرون، والله جل وعلا يقول: والله من ورائهم محيط. نعم، والله محيط بالكافرين. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيط. فالله محيط بعملهم، محيط بمكرهم سبحانه جل وعلا، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يشعرون. ولذلك قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أي لا يحسون بمكر الله عز وجل بهم، فهم ما زالوا يخططون ويرون أنهم سينفذون ويتخلصون من نبي الله عز وجل، فجاء عذاب الله عز وجل، فجاء عذاب الله وأرسل الله نقمته بهؤلاء الكافرين ومنهم التسعة، فقال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، دمر الله قومهم أجمعين فلم يبق منهم أحد، ونجى الله صالح ومن معه من المؤمنين، فتلك بيوتهم خاوية، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. خاوية من السكان ومن الناس، خاوية سقطت السقوف على الأرض فلا يوجد أحد، كأنه لم يوجد فيها أناس ولا بشر. أما أهل التقوى والإيمان وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فانظروا، انظروا يا عباد الله أين ذهب مكرهم وإلى أين وصلوا بمكرهم، إلا أن مكرهم عاد وبالا عليهم، وهذه سنة الله. قد مكر وقد مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، معناه أن مكر الكفار، مكر المجرمين، مكر الفاسدين لا يقاوم مكر الله سبحانه جل وعلا. نعم، ويقول الله جل وعلا في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام: وقد تواطأ من تواطأ على قتله من اليهود الذين اتهموه بأنه ولد زنا، ولعنهم الله عز وجل على ذلك. إي والله، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم
وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن أي لعنهم الله على هذه الأمور، وقولهم إنا قتلنا المسيح، إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يذكر الله ذلك في سورة آل عمران، أن يذكر الله مكره فيقول: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أي من أنصاري إلى الدعوة إلى الله. فاستجاب له الحواريون قال: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع من الشاهدين، أينك بالوحدانية ونبيك بالرسالة. ومكروا مكرا، من هم؟ الذين أحس عيسى منهم الكفر وهم اليهود، ومكروا مكرا ومكر الله والله خير الماكرين. فماذا كان مكرهم؟ أن تآمروا على عيسى وأتوا به وأرادوا قتله، فأوقع الله جل وعلا شبهه وصورته في أحدهم ورفعه الله، بل رفعه الله إليه وقتلوا شبيها، وهم يظنون بأنهم قتلوا وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم بذلك من علم، وما قتلوه يقينا، قال الله بل رفعه الله إليه. انظروا، فأين ذهب مكرهم؟ ذهب سدى. هذا حفظكم الله مكر الظالمين في كل وقت وعام. قال الله: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد مكروا مكرهم في الصد عن دعوة الأنبياء ومحاربة دين الله جل وعلا، والصد عن سبيله وقتل أوليائه ونشر الباطل والفساد والشرك والخرافة والبدعة. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، فالله مبطل مكرهم مبطل فسادهم، وإن كان مكرهم لعظمه لتزول منه الجبال من أماكنها. فالله جل وعلا ناصر دينه، فالله عز وجل ناصر دينه وناصر أولياء سبحانه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، وبدأ الصحابة رضي الله عنهم أرسالا يهاجرون قبله، رأى المشركون من كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أفلت وخرج من بين أظهرهم أن هذا بالنسبة لهم يعتبر هزيمة، يعتبر هزيمة وعار، وأن دعوته ستقوى وتنتشر. فما كان منهم إلا أن اجتمعوا من أجل ماذا؟ من أجل أن ينظروا إلى خطة محكمة ليتخلصوا من دعوته وينتهوا حسب زعمهم من أمره. فبعضهم قال أخرجوه، وبعضهم قال أي من مكة قيدوه واربطوه واحبسوه، وبعضهم قال اقتلوه. ثم استقر رأيهم الذي قادهم إليه إبليس اللعين على قتله. فهل تمكنوا من قتله؟ مع بذلهم الأسباب واختيارهم مجموعة من كفار مكة قد وقفوا على باب داره وهم يضحكون ويرون أن الأمر الذي أرادوه قد أحكم وكأن الأمر قد انتهى. جلس أبو جهل ومن معه يصغر يزعم محمدا أنكم إن آمنتم به ستكون لكم جنان الأردن ثم تبعثون ثم يحصل لكم كذا، أو أنكم إن لم تتبعوا ستدخلون النار، ويضحك: نحن الآن باب داره. الله أكبر. يا أبو جبريل، فقال: لا تنم على فراشك الليلة. فجعل علي رضي الله عنه أرضاه ينام مكانه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، هل خرج من نافذة الخلفية؟ لا والله. هل فتح السقف وخرج منه؟ لا والله. إنما خرج من بين أيديهم، هل كانوا نياما؟ لا والله. خرج من بين أيديهم يضع التراب على رؤوسهم، أخذ الله أبصارهم عنه وهو يقرأ صدر سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.
إلى أن وصل إلى قوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج عليه الصلاة والسلام وهم ما زالوا ينتظرون ماذا؟ خروجه، ويرون شخص شكل شخص نائم ما زال موجودا، ولكن كما سمعتم أخذ الله أبصارهم مكيدة مؤامرة كيد مكر، جعل الله كيدا في نحورهم. يذكر الله نبيه بعد أعوام بهذا الحدث العظيم والنصر الكبير من رب العالمين لنبيه الكريم في بعد غزوة بدر، وإذ يمكر بك الذين كفروا، اذكر يا نبي الله، إذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، هذا في الهجرة. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فليست الأمور على موازين البشر المادية، لا والله لا والله، يا من تمكر بالمسلمين وتسعى في الأرض فسادا، مهما مكرت فمكرك وبال عليك، وأصناف المكر وأنواعه في عصرنا هذا كثيرة يا عباد الله. مكر أعداء الله عز وجل في إشعال الفتن بين المسلمين، مكر اليهود والنصارى في نشر نظريات كفرية وأشياء بعيدة عن دين الله من علمانية وحداثة، مكر أعداء الإسلام بالمرأة المسلمة مكر واضح وشديد باسم الدعوة الحرية وتحرير المرأة والدعوة إلى حقوقها، يدعون إلى التبرج والسفور وخروج المرأة من بيتها ونزعها لهم باب الحياة وتمردها عن أبيها وزوجها وأخيها. كل هذا أنواع من المكر نعيشها ليلا ونهارا، وأبواق إعلامية تصيح ليلا ونهارا ما بين مكتوب ومسموع. نعم، وقد وصلوا إلى أن أوجدوا أناس من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يفاخرون بأنهم قاربوا الحضارات زعموا وتشبهوا بالغرب، وللأسف الشديد صاروا يرون الكلام في الإسلام والدعوة إليه شيء من التخلف والرجعية، وزالوا وما زالوا على مكرهم وكيدهم ليلا ونهارا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فيقال لهؤلاء وأمثالهم قد مكر الذين من قبلكم، قد مكر الذين من قبلكم فلستم أول من مكر، قد مكر الذين من قبلكم فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. نعم، سنة الله مضت في من سبق فستمضي فيكم، ولكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وهذا من رأفته. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أي في أسفارهم وأعمالهم وترحالهم، فما هم بمعجزين أي بفائتين الله عز وجل، أو يأخذهم على تخوف أي تنقص وأمراض وأوبئة شيئا فشيئا، فإن ربكم لرؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته أنه يمهل الخلق والناس لعلهم أن يتوبوا إلى الله ويعودوا إلى ربهم سبحانه. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا روحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ أي بهم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من كان خاسرا أمن من مكر الله. ألا تنظر إلى أمم دمرت؟ ألا تنظر إلى أقوام وأمم سلفت كيف كانت نهايتها؟ بسبب صدها عن سبيل الله والصد عن دعوة الأنبياء والمرسلين. والأمر ماض ومستمر يا عباد الله. يقول الله جل وعلا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وهذا نوع من المكر عند أعداء الله وعند ضعاف الإيمان، وما زلنا نرى هذا النوع من المكر في آيات الله جل وعلا، في آيات الله الكونية. انظروا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، أي بعد فقر
وفاقه، أنعم الله عليهم بالأرزاق والأقوات، وحصل الرخاء بدل الشدة، والعافية بدل البلاء. إذا لهم مكر في آياتنا لا يردون الفضل إلى الله، إذا لهم مكر في آياتنا، هذا التحول والتغير في اقتصادنا إنما هو بحولنا أو قوتنا أو ذكائنا، إنها أصنامنا أو أوثاننا التي نعبدها هي التي فعلت لنا كذا وغير ذلك من الأمور. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فالملائكة تكتب والله أقرب سبحانه، هو العليم الخبير، وهو الذي أمرها بكتابة أعمال الناس وأحوال الناس. ولذلك يا عباد الله علينا أن نفهم هذه السنن العظيمة، وأنها لا بد أن تسير. ولكن قد يقول قائل فهمنا وأدركنا أن سنة الله عز وجل بأنه لا يحق المكر السيء إلا بأهله، فهل معنى هذا أن نتوكل، أن نستسلم، أن ننتظر حتى يهلك الله عز وجل المبطلين والمفسدين؟ لا يا إخواني، ليس بصحيح، بل لا بد من العودة إلى الله والرجوع إلى الله والصبر وتحقيق التقوى. فإذا حصل منا هذا فأبشروا، أبشروا أيها المسلمون، فالله يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والمسألة مسألة وقت، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولكنني أخي المسلم أذكر نفسي وإياك بهذا حتى لا يجد اليأس والقنوط، لا يجد اليأس والقنوط طريقا إلى قلبك ونفسك، وأنت تجد أننا نعيش في وقت وفي وضع تسلط الأعداء على رقاب المسلمين حتى صار المسلمون في وضع ليس لهم رأي في سيادتهم في أمرهم ونهيهم إلا من رحمه الله. وصرنا نرى أفكار الأعداء وكيد الأعداء ومكر الأعداء يدخل إلى بيوتنا، يدخل إلى بيوتنا وسار في جوالاتنا. نعم، استقبله من استقبله ورضي به من رضيه إلا من رحمه الله، حتى صرنا نرى الغفلة قد ضربت أطرابها، والدعاة إلى الشهوات يشتغلون ليلا ونهارا، ويريدن الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وتسلط أهل الأهواء والبدع الذين يريدون أن يفرضوا باطلهم وضلالهم وعقائدهم الفاسدة موجود هنا يمنة ويسرى، وكل ذلك بمباركة ممن لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فهذا حالهم كما وصفهم الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لماذا لا نعود إلى القرآن؟ لماذا لا نعود إلى كتاب ربنا سبحانه جل وعلا؟ ثلاث من كنا فيه كنا عليه، منها المكر السيء، من مكر مكر به ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، ومن بغى وسعى في البغي والظلم والعدوان دار الأمر عليه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ومن عاش مع الناس ينكث العهود والمواثيق غش وكذب وخداع وغير ذلك إنما ينكث على نفسه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. إذن الضرر عليه ووبال مكره وخداعه وكيده سيعود عليه عاجلا أو آجلا. قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. انتبهوا لهذه الآية، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وهذا الجعل من الله عز وجل كجعل كوني قدري. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها يمكروا فيها. ما معنى أكابر مجرميها؟ الرؤساء والعظماء وغيرهم. خصهم الله بالذكر لماذا؟ لأنهم أقدر على الشر والفساد إن تمكنوا من غيرهم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، لكن إيش النتيجة؟ وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
إذا مكرهم سيعود إيش؟ ها؟ سيعود عليهم، ولكن الله عز وجل ينفي عنه الشعور فيقول وما يشعرون، أي ليس عندهم إحساس بأن مكرهم سيعود عليهم وأن الله تعالى سيرد كيدهم في نحورهم. فلنستيقظ يا إخواني في الله ولنعرف قدر الإسلام وقدر الإيمان وقدر التوحيد وقدر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لننصر دين الله في عقيدتنا، في أخلاقنا، في أعمالنا، لنستقم على دين الله سبحانه، لنفوت الفرص على أعداء الله ومن يكيد وينكر بالمسلمين ليلا ونهارا إذا حصل هذا. فأبشروا بالخير وأبشروا بالعافية يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله تعالى لا يخلف الميعاد، سبحانه الله تعالى لا يخلف الميعاد. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، من سعى في بلادنا بالكيد وفي غير بلادنا من بلاد الإسلام، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، واجعل الدائرة عليه. نعم، بقي وقت، ممكن ندعو قليلا إن شاء الله، بس أمر سهل. نعم، أنا ما عندي خبرة بالوقت، لكن لا بأس، نكمل الدعاء ونعود، لا تقلق. نعم، أسأل الله بمني وكرمي في هذه الساعة أن ينصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم وطأة اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الوطأة. اللهم حرر الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. وأنا سأسألكم سؤالا، من هم أكثر الناس مكرا ممن وصفهم الله في القرآن الكريم؟ اليهود. اليهود مكرهم بأنبيائهم، ففريقا كذبوا وفريقا يقفلون. مكرهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاهدوا عهدا إلا إيش؟ ونقضوه. حاولوا ماذا؟ قتله، ثم عيدنا، لكن ما نجحوا في قتله، وضعوا السم في شأه. قال لهم ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا إن كنت نبيا ما ستضرك، وإن كنت غير نبيها استرحنا منك. فنجاه الله عز وجل من مكرهم. نعم، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ ذهبوا إلى كفار مكة وقالوا أنتم أهدى سبيلا من من؟ ها؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. وكذبوا ولا ما هم كذبا؟ مكر وكذب. وإلا حقيقة الأمر فيهم كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم، ولذلك قال الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فما الذي دفعهم للمكر والحقد والحسد؟ ما الذي دفعهم للصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا يجهلون حقيقة الدعوة أو كانوا يعرفونها؟ كانوا يعرفونها، ولكن الأمر كما قال الله أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يعني النبوة فيكم كثيرة، وحصل كذا الآن لما بعث الله نبيا من العرب حصل عندكم الحسد والحقد. ولذلك تأمل قول الله ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. كفارا؟ إيش السبب؟ لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. هل كانوا يجهلون الحق؟ لا، لو كانوا يجهلون ما قال الله من بعد ما تبين لهم، من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فالحق بالنسبة لهم ظاهر، ولكن بارك الله فيكم الكيد والمكر والحسد والكبر هذه أمران إذا أصابت الشخص أصابته في مقتل. يحارب الحق ويعرف أنه حق، يحارب الخير ويعرف أنه خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كل من كفر به من المشركين يعني كان بسبب أنه جاهل، فبعضهم النبوة تأتي لمحمد وما تأتي إلينا ثم عيبنا. الله عز وجل اختار وما اختارنا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، عروة بن مسعود الثقفي والمغيرة. قالوا لو أن القرآن، هل نزل القرآن على هذا وعلى هذا؟ ما نزل إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، على محمد يرونه فقير يتيم ليس له شرف كما لهم. الله يقول وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذه رحمة من الله واختيار من الله.
من أنت حتى توزع رحمة الله على الناس والخط؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هو الذي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هل اخترت شكلك حتى في الأمور العادية؟ هل اخترت لونك؟ هل اخترت أباك؟ هل اخترت أمك؟ هل اخترت طولك وعرضك؟ هل اخترت عينيك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه جل وعلا. أعود، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. والله مهما حاول، من حاول أن يجعل الناس كلهم أغنياء ما يستطيع، فقراء كلهم ما يستطيع، يريد أن يجعلهم صالحين كلهم ما يستطيع. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ أتصبرون؟ إيش معنى تصبرون؟ بمعنى اصبروا. إذن فالأمر بيد الله جل وعلا سبحانه، ليس بيد البشر. ولذلك انظروا كما سمعتم في النهاية العاقبة للمتقين. فماذا استفاد اليهود؟ وما الذي رجعوا به يوم حاربوا الله وحاربوا الدين وحاربوا الأنبياء وحاربوا الرسل؟ لعنهم الله، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. فاعف عنهم واصفح، إن الله لا يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أين ستذهبون أيها النصارى؟ أين ستذهبون أيها اليهود الذين لا تبالون بدماء المسلمين من أطفال ونساء؟ ستقفون بين يدي الله، وسيقف الجميع. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هل قال الله أن يوم القيامة خاص بالمسلمين أو بأمة واحدة من الأمم؟ لا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينظرون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله أكبر. كما أننا رأينا أنفسنا على وجه هذه الدار بين عشية وضحاها، كان لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وهم على عرصات القيامة ينتظرون الحساب والجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلن يعود أهل المكر والكيد والفساد إلا بالوبال وأعمال يجدونها بين أيديهم هباء منثورا. أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.